أخبار المهرية باختصار. شرطة تعز تعلن إصابة 4 جنود في اشتباكات مع عصابة مسلحة يقودها بكر صادق سرحان. ورفض سرحان نجل مستشار وزير الدفاع أوامر قضائية بشأن أعمال بناء في أرضية بالمدينة. البنوك الحكومية ومكاتب البريد في عدن تغلق أبوابها استجابة لدعوة الإضراب الجزئي. ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال عدن المصارف والمؤسسات المالية للإضراب رفضاً لتسييس العمل النقابي. الحكومة تتهم الحوثيين بمنع إفراغ سفينة تابعة للأمم المتحدة وعلى متنها 12500 طن من القمح. وقالت الحكومة أن الميليشيا أجبرت السفينة على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة. مانشستر سيتي مهتم بضم مهاجم توتنهام هاري كين وسيوافق على دفع سعر الصفقة مع النادي. كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل من أجل سعيه للفوز بالألقاب، وهو ما لا يتحقق مع فريقه اللندني. موقع يوتيوب يستعد لطرح ميزة طال انتظارها لتطبيقه على هواتف آيفون. الميزة تتيح للمستخدمين مشاهدة يوتيوب في مشغل صغير خارج الموقع خلال استخدام الهواتف الذكية. إلى اللقاء باختصار آخر.